قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه في تغريده على تويتر: ابارك لابني عبد الله العرياني ومحمد القايد الحمادي انجازهما في دوره الالعاب البارالمبيه في طوكيو وجميع الرياضيين واعضاء بعثه الامارات واضاف سموه فخورون بعزيمتكم وقوه بإرادتكم وأهنئ اليابان بنجاح البطولة وحسن تنظيمها